أهلا وسهلا بيكم ومرحب. أنا هاني ظريف، والنهاردة هنشوف إزاي نقدر نكتب الوريفي في برنامج الوورد. أنا فاتح برنامج الوورد أهو، وهكتب النطق بتاع الكلمات، والبرنامج هيقوم جوه الوورد بتحويل العلامات إلى النطق إلى علامات. هنبدأ أول حاجة الأبجدية، أول حرف أهو، أنا بكتب أول حرف، واتكتب مرتين، أكتبه مرة تانية، أدي حرف الألف، هنكتب الحرف التاني، هنكتب الحرف، أنا ماشي على الأبجدية بتاعت جاردنر، فالمفروض بعد كده الحرف اللي بعده اللي هو الواي، هكتب حرف العين. بعد العين انا هكتب حرف الدبليو، بعد الدبليو هكتب الدبليو الشكل التاني. انا كل اللي عملته ان انا عملت مسطرة تحول من الشكل الاولاني للشكل التاني، وكان ممكن اكتبه بطريقة تانية برضو ان انا اكتبه من الاول كابيتال لتر، دي طريقة تانية. بعد كده حرف الباء، ثم الباء التقيلة. وصلنا لغاية الباء التقيلة، هناخد حرف الاف، وبعد الاف هناخد حرف الام، بس نطلع شوية عشان التسجيل يبان عندنا، عشان كتب ام كابيتال هو ام سمول المفروض اهواتي، والفرق بين الام سمول والام كابيتال، المفروض احنا عندنا ام سمول اهي، واحدة سمول واحدة كابيتال، بنفرق بينهم بالطريقة اللي بنفرق بينهم. بعد كده عندنا حرف ال N، ولو عاوز ال N اللي هو التاج بكتبها كابيتال لتر، بكتبها تاني من الأول، تمام. حرف الراء، حرف اللام، حرف الهاء، لازم أنزل أول السطر والهاء، برضه عشان التسجيل لازم أجي كده. بعد الهاء عندنا حرف الحاء، وبعد حرف الحاء عندنا الغين، فهنكتب الغين، وبعد الغين هسيب الخاء، عندنا غين بعد كده، ثم عندنا حرف الإس، برضو أطلع شوية عشان بس يظهر عندكم في الشاشة. لو عايز أكتب الإس التانية بكتبها كده أهو، ادي الاس الاولانيه وادي الاس الثانيه، تمام كده. كده الابجديه وصلنا لغايه حرف الاس، هنيجي لحرف الشين، ادي الشين، ثم القاف، بعد القاف نطلع شوية برضه عشان التسجيل بتاعنا، عندنا الكي، وبعد الكي عندنا الجيم، وبعد الجيم عندنا التاء، وبعد التاء عندنا الثاء، وبعد الثاء عندنا الدي، ثم الجيم المعطشة اللي هي الجيم،
فهنكتب الأول الدال، مش لازم أجيب أول السطر، أدي الدال، المفروض أكتبها تاني من الأول، وأدي الدال التانية. كده أنا عملت الأبجدية كلها. طب يا ترى أنا بس أقدر أكتب الأبجدية؟ لا طبعا، أنا ممكن أكتب حاجات تانية. هنجرب نكتب الأرقام، فهبدأ مثلا رقم واحد، طبعا أنا غلطت برضو، أدي واحد، عاوز رقم اتنين، معلش نرجع تاني، أدي واحد، طيب نشوف عشرة، نشوف مية، بعد المية طبعا عندنا الألف، هنكتب رقم ألف. وبعد كده هنبدأ نكتب مقاطع صوتية. فأول مقطع صوتي عندنا اللي هو آه، أنا طبعا إيه كتبتها كده أهو، آدي الآه عندنا، وممكن نحوله للرمز التاني. طيب نجرب حاجة تانية، لاحظوا كل ما بغير العلامة هو بيتغير معايا، بقدر أقلب بين العلامات. هاخد علامة تانية اللي هي هكتبها صوتي طبعا الأول، آدي علامة قثب، بعد كده عندنا علامة أب، نجرب نكتب علامة أب تحياتي. بعد الأب هكتب أبد، وأدي أبد، بعد الأبد هنكتب علامة أبي، أدي أبي، بعد علامة أبي هنكتب علامة تانية أهي، اللي هي انتوا شفتوا النطق بتاعها طبعا، الصوتيات الأصلي بتاعتها. هنجرب نكتب حاجة تانية، ادي الاي، وبعد كده هنكتب علامة تانية، دي مش كف الايد، دي علامة اسمها ام، هنكتب أمس، أدي أ إم إس، وممكن نغيرها زي ما شفتوا كده. بعد الأمس أنا بكتب مقاطع صوتية، هكتب علامة تانية أ أ وقاف وحاء ودبليو هياتي، ادي العلامة. هنكتب علامة تانية اسمها R، A R اهي، هنكتب آتف، التاج المشهور المعروف آتف اهو، هنكتب آتب، دي علامة تانية آ تب اهي، هنكتب او اهي العلامة بتاعت او، هكتب اخ، وادي الاخ، تمام كده. بعد الاخ هكتب علامة اخت، اخت تحياتي، ممكن نغيرها العلامة دي برضو. بعد كده